هاي. تربية الكلاب بلبنان نسبيا سهلة وما بتخضع لقوانين خاصة، بس هالشي بيختلف ببلدان تانية حول العالم. بأمريكا تحديدا بأوكلاهوما ممنوع القيام بحركة وجه ساخرة ومزعجة أمام الكلاب. بكونتيكت لازم يتم تبليغ الشرطة بحال رؤية كلب مع تاتو. الصين تفرض على كل عائلة اقتناء كلب واحد كحد أقصى إذا حبت، وكل الكلاب لازم يكون طولهم تحت ال 35 سنتيمتر. بمدينة تيران بإيطاليا مجبور كل شخص عم بيربي كلب إنه يمشيه على القليل 3 مرات بالنهار. أما بألمانيا ففي ضريبة خاصة على الكلاب حسب وزنهم. بسويسرا لازم الشخص يخضع لفحص وتدريب عن كيفية تربية الكلاب قبل ما يجيبها. مين قال إنه ممنوع على سيارات الأجرة بلندن ينقلوا كلب مصاب بداء الكلب؟ أنا قال. شوفكم بكرة.